كابتن شريف، التعاقد مع مستر موسيماني او مجرد التفكير كان فيه مخاطره من مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب؟ لا مفيش مخاطره، ده قرار الراجل ده. موسيماني فرض نفسه مش السنه دي يعني على الساحه المصريه، كان لينا تعارف بيه، وكان كل ما يجي يلعب معانا ماتش وبيعمل او بنروح نلعبه هناك في اي حته كان بيعمل مؤتمر صحفي وبيتكلم، كنت تحس كده ان هو قريب مننا يعني، كنت تحس ان هو راجل فاهم، كنت تحس هو بيحلل بيتكلم عن النادي الاهلي ان هو دارس النادي الاهلي كويس قوي، مذاكر النادي الاهلي كويس قوي، فكل الاعتبارات دي اتحطت اكيد في وقت سريع جدا. ان انت كنت لازم تجيب مدرب، انت ما كانش هينفع تروح تجيب مدرب من اوروبا، او كان لازم يبقى مصري بقى اللي هو داير او حاسس بالدنيا اللي بتحصل في مصر هنا. الراجل ده كان اكتر احترافيه في الشغل وبالنادي الاهلي، ويمكن يعني في داخليات انا وانت ما نعرفهاش، احساسهم او التعامل معاهم او فتح باب اللجنه وكابتن محمود الخطيب في الحديث معاه والكلام من ده، حسوا ان الراجل ده فعلا ممكن يكون موجود. فكان لا قرار جريء انك تجيب مدرب افريقي. قرار جريء جدا، التوقيت كمان يا كابتن. قرار جريء جدا، فاول مره حقيقه تحصل، يعني ممكن ياخدوا من عندنا. ايوه. ان احنا ناخد من عندهم دي كانت اول مره في حياتنا ان احنا نفكر هذا التفكير. بس في الكواليس كده بتحصل حاجات، ممكن هتشوف حاجات تانية كتير قوي، ممكن هتشوف شمال افريقيا مثلا يكون عندك هنا بعد كده. لا ده طبيعي، شمال افريقيا طبيعي. يعني ما انا بقول بعد كده، يعني انا مش بقول دلوقتي، انما القرار ده جيت قبل كده. وليه بعد كده هم جم وقصده يجي تاني. انا عايز اقول مفيش يعني في افريقيا، انا بتكلم ان شمال افريقيا وجنوب افريقيا والعدد دي احنا ممكن نتعامل، بس دي كانت اول مره بهذا الشكل. وبعدين انا مش بنحيي كابتن محمود الخطيب واللجنه كمان حقيقه في اتخاذ القرار، محدش فينا كان يقدر يعمل القرار ده. صحيح والله. صح. انا لو انا موجود ما اقدرش اخد قرار زي ده، وكنت هرجع للطبيعي اللي احنا بنشوفه، لان جماهيريتك 70 مليون 70 مليون ده غير اللي خارج مصر، جماهيريتك كمان، فانت بتحاسب على كل خطوه وكل بطوله وكل نجاح عملته او كل اخفاق عملته. ساعه الصوره كلنا بنقف نتصور. قرار زي ده ساعه الاخفاق هتلاقي الصوره واحد بس هو اللي القرار على اتخاذ القرار، اللجنه وكابتن محمود الخطيب، خدت بالك؟ فما شاء الله انك انت تتوفق زي ما قال هاني، توفيق كبير قوي في ان الراجل ده يبقى قريب منك في المرحله دي، خصوصا مرحله صعبه جدا فيها اصابات، فيها دخول لاعبين، فيها خروج لاعبين، فيها اعاده لم شمل من مدرب سابك ومشي لظروف معينه، فيها كورونا وقبل نهائي افريقيا كمان. لا فيها كورونا، فيها لعيبه بتروح منك بايجابيات وسلبيات، فيها اي حد ممكن يعتمد على شكل معين، واسامه وعلاء دول مدربين اعتقد كبار قوي، وهاني باذن الله يعني يقدر يقول لك ايه، انا معتمد على ديانج مش لا ديانج. ايوه. انا جاي لي محمد شريف في ماتش زي ده انا عايزه اعتمد عليه في حته التكوين الهجومي يساعدني، وده راجل توفق في مباراه المنتخب وعنده نزعه وثقه دلوقتي عايزين نستخدمها. وليد سليمان لاعب كبير جدا انا بحتاجه في بطولات زي دي، ربنا يعني بندعي له طبعا بالشفاء هو وكل اللاعبين اللي اصيبوا يرجع لنا بسرعه، ولان في لعيبه ليها بصمات في الملعب، ليها لمسات في الملعب، ليها بتحب التيشيرت والتيشيرت بيحبها، وفي حظ بيبقى موجود في وجود حاجه معينه يخليك انت نفسيا مطمن كمدير فني. فهو 100% توفيق، 100% قرار جريء جدا يعني يتحسب لهم على ممر التاريخ. ده هيبقى زي ما انت بتاخد 9 افريقيا كده وبتاخد النهارده 37 كاس مصر برضه، القرار ده قرار منفرد بنفسه بذاته بنجاحاته، ان شاء الله ياخدوا البطولتين الجايين كمان، هيبقى استقدام موسيماني مع 5 بطولات ان شاء الله. ده تفكير الحقيقه لازم كل الناس ترفع قبعة على الكابتن محمود واللجنه، وعشان كده الراجل بيفهم كوره، وادي العيش لخبازه ولو كان نص، بس الحمد لله كان في توفيق كبير قوي من عند ربنا. كابتن اسامه كان عندك تعليق على موضوع مستر موسيماني، وبعدين نعلق على طبعا فرحه بتاع جمهور النادي الاهلي. فرحه الجماهير هايله. انت كنت بتقول لي في المناطق الشعبيه الناس بتبقى مجنونه. طبعا يعني في اكتر من كلنا عارفين شعبيه وغير شعبيه. في كل حته في جماهير للاهلي، يعني اقول لك ايه، ما تاكلش وتشرب لو النادي الاهلي ده حصل له حاجه لحد دلوقتي. طبعا لغايه دلوقتي انت شايف من انفعالات الجمهور عامله ازاي، ستات ورجاله يعني.
فمبروك ليهم لان هم الناس كلها بتشتغل اساسا عشانهم يعني. واحنا قلناها اكتر من استوديو، احنا ممكن صحيح احنا محبين للنادي الاهلي اساسا وكنا بنشجع النادي الاهلي، ولكن بنستفاد بشكل او اخر احترافيا، لكن هم بس فرحتهم ان النادي الاهلي ياخد بطولات يعني. فمبروك ليهم. بالنسبه لموضوع مستر موسيماني، كابتن شريف اتكلم فيه كويس طبعا جدا. المخاطره الكبيره ايمن كانت على كابتن الخطيب ولجنه الكوره في اختيارهم لموسيماني. مستر موسيماني مع احترامي الكامل ليه مدرب طبعا كبير وكل حاجه، ولكن ما عندوش اي مخاطره ان يمسك النادي الاهلي في الوقت ده. دي وجهه نظري الشخصيه. حتى لو خسر يا ايمن، حتى لو خسر عادي جدا، خسر والناس هتدي له العذر ان لسه جاي، سواء قعد او مشي ما كانتش تفرق. لكن اللي خد القرار انه يتعاقد مع مستر موسيماني هو اللي كان هيبقى في وش المدفع لو لا قدر الله خسرنا بطوله افريقيا، بالذات يمكن اكتر كمان من الكاس مصر، بطوله افريقيا لان الناس كلها كانت مستنياها، وكمان جايه مع نادي الزمالك المنافس التقليدي او الغريم التقليدي لينا يعني. ف طبعا يعني وفقنا في الاختيار دوت، سواء الكابتن خطيب ولجنه الكوره والمجلس الاداره، والتوفيق مشي مع مستر موسيماني، والناس ابتدت تثق فيه اكتر بعد البطولة افريقيا ودي النهارده الكاس. ويمكن يعني مستر موسيماني ما كملش شهرين حصل على بطولتين، وقدامه يحصل على بطولتين اخرين. الدوري برضو معانا، الدوري يعتبر حسب له ماشي، بس يعني يعتبر مستر فايلر اسواجي اخر ماتشين يعني. ليه؟ الدوري اتحسب، الدوري كان محسوب، الدوري كان محسوب يعني ما يتحسبلوش. لا يتحسب ازاي يعني؟ الدوري محسوب لمستر فايلر، هو مستر فايلر مشي بعد الدوري يعني، بعد ما خدنا الدوري. طب الراجل مسك ماتشين لا لا لا, لا 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 حتى مستر موسيماني قال كده، لا كان اتحسم الدوري خلاص، كنا خدنا الدوري محسوبه لمستر فايلر. كان ناقص ماتشين. فاللي انا اقصده انه بقاله شهرين دخل في نادي عريق ومليان بالبطولات، وزي ما الراجل كان بيتكلم، الشاب اللي كان بيتكلم بيقول لك الدولاب بتاعنا اتملى. فمر علينا مدربين كتير، والنادي الاهلي هو اللي بيكبر المدربين، وهو اللي بيكبر اللعيبه، وهم اللي هو اللي بيكبر الاداريين. النادي الاهلي تاريخ عريق يعني، صحيح. زي ما النادي الاهلي بيعمل لاعبين بيعمل مدربين، صحيح بنستفاد من المدربين دولت، وصحيح بنستفاد من اللعيبه المميزه، ده طبيعي لان هي يعني عمله من وجهين، او بنكمل بعض، ان اداره نادي وجماهير نادي واعلام وكل ده مع ناس جيدين من لعيبه او مدربين، الاثنين بيشيلوا بعض. ولكن النادي الاهلي هو الاكبر، هو الاكبر من المدربين، وهو الاكبر من اللعيبه في النهايه يعني. حتى لما كنا بنتكلم على موضوع اللعيبه، اذا في وقت صغير بتتاثر بلعيب مميز انه اعتزل او مشي او انتقل لحته او كده، صحيح ممكن تتاثر فتره، ولكن بترجع تاني بتستعوضه بناشئ، بلعيب جاي من الخارج، والامور بتفضل ماشيه يعني، فسواء على المدربين او على اللعيبه. الاخر يا اسامه، النادي الاهلي هو اللي بيضيف طبعا. صح، من الاخر طبعا طبعا، نمره واحد لاعب او مدير فني مهما كان اسمك، النادي الاهلي هو اللي بيضيف لك انت يعني، مش العكس خالص يعني. انا بتفق مع اسامه ان كانت المخاطره الاكبر كانت على القرار اللي اخده كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط. بالنسبه لمستر موسيماني، فرصه عمره جات له، يوفق او لا يوفق، في الاخر اتكتب في السي بتاعه مدير فني للنادي الاهلي. دي تفتح له ابواب اي فريق في اي مكان في القاره، زي ما كان شريف بيتكلم. فدايما يا ايمن، اسامه اتكلم وشريف، من الاخر النادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي حد، ما فيش حد بيضيف حاجه للنادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي يضيف لك، شرف ليك انت، وانك تنتمي للنادي الاهلي ده برضه ليك انت، انت كمدير فني تدخل النادي الاهلي ده. وزي ما اسامه بيقول، حتى لو ما وفقش مستر موسيماني هو ما عملوش اي مشكله، هو بالعكس ده جات له فرصه ما فيش مدرب في العالم كان ممكن يرفضها. يعني مستر موسيماني لما كلموه، انا متاكد ان هو ما فكرش، ما فكرش يا ايمن خالص، لان هو عارف مجرد بس لما اسم النادي الاهلي بيتذكر في اي حته في افريقيا وفي الدنيا كلها، هو عارف هو رايح فين. عشان كده بالنسبه له
فرصه جات له ما سابهاش، بس هو واضح ان هو راجل ذكي جدا طبعا، دارس حاله البني ادم المصري اساسا، وعارف الفرقه المصريه وعارف النادي الاهلي. كان شريف دايما بيتكلم على دايما الراجل كان دايما عينه على النادي الاهلي واسم النادي الاهلي، عشان كده ما خدش وقت. الراجل اسامه بيقول لك في شهرين واخد بطولتين وداخل على الثالثه ان شاء الله. فمن الاخر يا ايمن، النادي الاهلي اضافه لاي شخص، سواء لاعب سواء مدير فني، في الاخر الشرف كله ليك انت اساسا.